يعني الفن هو سباق مع الجسم، مع الزمن، مع المواد، مع الحياة، مع أهدافها. شو بدك تعملي بالحياة؟ كيف بدك تحوليها من قلق، من حياة، من جوع، لحتى لاكتفاء، لشبع، لمعنى معين، لأنه ممكن الحياة تكون بلا أي معنى. الفن أو أثراتنا الفنية بالشعر، بالموسيقى، بالفن، تخلينا نحس إنه نحن تركنا دعسات على الأرض، تركنا نوع من الخطوات اللي هي مش خطواتنا بس، خطوات أجدادنا وتراثنا وحياتنا ومعيشتنا وأكلنا وشربنا وثقافتنا وتقاليدنا وأغراضنا ومآتمنا. كلهم هودي مثل ما واحد بيحكيهم بالحكي، الشاعر بيعبر عنهم بالكلام، أنا بعبر عنهم بالصور والمشاهد الفنية اللي ملونة، اللي هي منا انعكاس للواقع، هي انعكاس لأبعاد إنسان عم يحاول يقول شغلات بطريقته الخاصة، بلهجته، بوطنه، بلونه.